أنصيري يهزم مهاجما أرجنتينيا وهولنديا قبل موقعة فرنسا. تقرير فرنسي يفجر مفاجأة بخصوص أجرد قبل مباراة حاسمة. تصف الركراكي بالعقل المدبر داخل المنتخب المغربي. ليكيب تشبه منتخب المغرب في المونديال بمنتخب أوتوري هاغل. وناحي صاحب الجسم النحيف يثير الرعب في الفرنسيين. السلام عليكم متابعي قناة المنتخب نيوز، شكرا على تفاعلكم، شكرا على دعمكم المتواصل، ولا تنسى تشجيعنا بخطوتين: الاشتراك في القناة ودعمنا معنويا بضغطك على زر الإعجاب. يقترب يوسف أنصيري من الظفر باستفتاء يتألق بأفضل هدف في دور ربع نهائي مونديال قطر، حيث يتنافس على الاستفتاء الذي وضعته قنوة الكأس القطرية كل من مولين الأرجنتيني ودوميريس الهولندي. ويبتعد أنصيري بنسبة كبيرة جدا عن الثنائي المشار إليهما قبل ساعات قليلة جدا من إغلاء الاستفتاء. وسجل أنصيري هدفا رائعا في مرمى البرتغال بارتقاء خرافي بلغ 2.78 متر. ويسير مهاجم إشبيلية للظفر بعد الاستفتاء قبل مباراة نصف نهائي مونديال قطر المقررة بعد غد الأربعاء ضد فرنسا، بالنظر إلى ابتعاده في التصويت على كل من المهاجم الأرجنتيني ومهاجم هولندا. فجر تقرير صحفي فرنسي مفاجأة بشأن الإنجاز التاريخي لمنتخب المغرب بتأهل لنصف نهائي كأس العالم. وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن نايف أجرد مدافع الأسود قبل سفر إلى الدوحة قال لزميلي في ويسهام يونايتد وحارس مرمى فرنسا الاحتياطي ألفونسو أريولا: سنتجاوز الدور الأول وألعب ضدكم في النهائية أو قبل النهائي هذا مؤكد. وأضاف: مباراة فرنسا والمغرب في قبل نهائي كأس العالم سوف تلم الشمل بين نايف أجرد وألفونسو أريولا لتتحقق نبوءة المدافع المغربي. كما ستكون هذه المواجهة أيضا فرصة للقاء بين نايف أجرد والفرنسي الآخر إدواردو كامافينغا الذي كان أحد أصدقائه المقربين بشدة في رينا الفرنسي. وتأهل منتخب المغرب للدور قبل النهائي في الإنجاز التاريخي كأول منتخب عربي وإفريقي يصل لهذه المرحلة في المونديال. وتصدر منتخب الأسود المجموعة السادسة بفوزين على بلجيكا وكندا وتعادل مع كرواتيا، ثم أطاح بإسبانيا والبرتغال في الأدوار الإقصائية. أكدت شبكة تلفزيون الصين الدولية CGTN أن المنتخب المغربي يتفوق على نظيره البرتغالي. وأشارت القناة إلى أن أسود الأطلس بانتصارهم على البرتغال أصبحوا أول منتخب إفريقي يتأهل لنصف نهاية المونديال، مسجلة أن أداء رجال المدرب الوطني وليد الركراكي لم يكن صدفة. ولاحظت قناة CGN أن العناصر الوطنية وقعت خلال هذه المسابقة لأداء كبير ضد منافسين أقوى، لافت إلى أن أسلوب لعب الأسود الصارم بشكل سد منيع ضد المنتخبات من العيار الثقيل على مستوى العالمي. وسجلت القناة أن المدرب المغربي كان قد أكد قبل مواجهة البرتغال أن فريقه يحظى بدعم القارة الإفريقية برمتها، مبرزة أن اللاعبين كانوا في المستوى ذي الانتظارات بعد أن أصبحوا أول فريق إفريقي يصل إلى نصف نهائي المونديال. يسير وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني نحو الظفر بالاستفتاء أفضل مدرب في دور ربع نهائي كأس العالم قطر والذي وضعته قنوة الكأس لمتتبعيها. وينافس مدرب الأسود كل من ديدي ديشام مدرب فرنسا خصم المنتخب الوطني في دور النصف النهائي مونديال قطر وزلاتكو مدرب كرواتيا. ويتصدر الركراكي الاستفتاء بفارق كبير جدا عن المدربين المشار إليهما، حيث تفصيل ساعة قليلة عن الفوز به. وصبت أغلب الأصوات في صالح الركراكي وذلك دفعا معنوية له قبل مباراة فرنسا بعد غد الأربعاء. رد رومان سايس عميد المنتخب على شكوى برونو فرنانديز متوسط ميدان البرتغالي من الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو. وقال سايس في تصريحات نقلت الصحيفة ساندر البريطانية: دعهم يشتكون، ماذا يمكنني أن أقول؟ نحن لا نختار الحكم، منذ بداية البطولة حكم لنا 5 حكام وجميعهم من ناطق اللغة الإسبانية ولم نتشكى أمام إسبانيا. وأضاف: من الأسهل أن تجد أعذارا، لكن
ربما لو كانوا حققوا الانتصار لكان له رأي مختلف. أتفهم الوضع في ظل تفكيرهم في مواجهة ثنائية بين ميسي ورونالدو، لكن ماذا يمكننا نقول له؟ وكان فرنانديز قد صرح قائلا عقب المباراة: سأقول ما أشعر به، من الغريب للغاية أن يتواجد في هذه المباراة حكم بلده لا تزال متواجدة في كأس العالم. أما زميله المدافع بيبي فقال: من غير المقبول أن يدير حكم أرجنتيني هذه المباراة، يمكن ملء منح اللقب للأرجنتين. وصفت صحيفة سوفوت الفرنسية الناخب الوطني وليد الركراكي بالعقل المدرب للثورة التي خلق أسود الأطلس في نهاية كأس العالم، بعدما تمكن الأخير من إسقاط لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني وأتبعه بناظر فرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال. وأثنت الصحيفة الفرنسية كثيرا على ابن الفنيدق المولود في فرنسا من خلال استحضار تصريح له وصفه في نفسه بالملاكم روكي باولو، حيث صعد الأخير بدوره من القاع إلى القمة في الوقت الذي لفت فيه وليد الأنظار بكل ثقة في النفس عقب صنعه لإنجاز تاريخي بتأهل المنتخب المغربي للنهائي نصف المونديال، حيث سيواجه المنتخب الفرنسي. قارن تقرير صحفي مسيرة المغرب في كأس العالم 2022 بما فعلته اليونان في يورو 2004 وزامبيا في كأس أمم إفريقيا 2012 عندما فجرتا مفاجأتين من العيار الثقيل بإحراز اللقب القاري. ونشرت صحيفة ليكيب الفرنسية تقريرا تحت عنوان فك الشفرة حاولت فيه تقديم قراءة فنية للمنتخب المغربي، وأشارت الصحيفة إلى أن لاعبي المغرب لا يساهون لامتلاك الكرة كثيرا لكنهم يعرفون جيدا ما يريدون عندما يمتلكونها بفضل زياج وبوفال وأناحية وتحركاتهم دون كرة. وشبهت الصحيفة أسود الأطلس بمنتخب اليونان مع مدرب أوتوري هاغل في يورو 2004 وزامبيا مع المدير الفني هيرفي رينار في كأس الإفريقية على مستوى الصلابة الدفاعية. وأضافت ليكيب: لكن رغم التشابه بين المنتخبات الثلاث في تفادي استقبال الأهداف خلال المباراة الصعبة خاصة في الأدوار الإقصائية، إلا أن المغرب يتفوق على اليونان وزامبيا دفاعيا في مرحلة المجموعات. لا حديث في صفوف الإعلام الفرنسية الذي شارع في الحديث عن الصدام المرتقب بين المغرب وفرنسا برسم نصف نهائي كأس العالم بقطر، إلا عن اللاعب أونجي الفرنسي عز الدين أناحية الذي تمكن ملف الأنظار بمونديال قطر بأدائه الرائع. صاحب 22 سنة تمكن من التألق والعديد من النقاط الرياضيين بفرنسا شرعوا في تنبيه الناخب الفرنسي ديدي ديشون لضرورة الاحتياط من خريج أكاديمية محمد السادس الذي كبرت أسهم كثيرا في مونديال الحالية، بعدما تم الحديث عن متابعته من طرف عدة أندية أوروبية في مقدمتها نادي برشلونة الإسبانية.